حذر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد سعيد بن بريك من انعقاد مجلس النواب في أي من المحافظات الجنوبية المحررة. وقال بن بريك في كلمة له خلال حفل تخرج لدفعة عسكرية موالية للانتقال في عدن: إننا نرفض انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل تراب الأراضي المحررة. يأتي هذا التصعيد للانتقال المدعوم إماراتياً بعد وصول لواء عسكري سعودي لتأمين جلسات البرلمان، وبعد تصريحات لرئيس البرلمان حول موعد انعقاد المجلس بعد عيد الأضحى. إذن في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي دلالات تصعيد أدوات الإمارات ضد الشرعية والبرلمان رغم إعلان أبو ظبي انسحابها من اليمن؟ وما هي خيارات الشرعية لمواجهة هذه التحديات التي تعيق استئناف عمل السلطة التشريعية؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش. البرلمان ومهمة البحث من جديد عن أرض يمنية تحتضن اجتماعاته وتستقبل أعضاءه. العاصمة المؤقتة عدن وباقي الأراضي المحررة تعج بالتشكيلات العسكرية المناوئة للشرعية وبالفوضى والتهديدات الأمنية والتركة الثقيلة الإماراتية التي عقدت المشهد وعرقلت انعقاد البرلمان. بالتزامن مع دخول لواء حماية سعودي عبر منفذ الوديعة لتأمين انعقاد جلسات البرلمان في عدن أو في المكلا، حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من انعقاد مجلس النواب في أي من المحافظات الجنوبية المحررة. القيادي في المجلس أحمد بن بريك حذر في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة من اللواء الثالث صاعقة الموالي للمجلس بعدن من انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل الأراضي المحررة. بن بريك وجه حديثه لأنصار الانتقالي في شبوة ووادي حضرموت، المنطقتين اللتين يضعف حضور المجلس فيهما، داعيا المواطنين للخروج سلميا لمواجهة مساعي انعقاد البرلمان. مراقبون يقولون إن المجلس الانتقالي لا يتخذ قراراته وإجراءاته إلا بإيعاز من الإمارات التي يمثل عصاها في المناطق الجنوبية. تصريحات بن بريك تأتي بعد حديث لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني كشف فيه عن استئناف الجلسات بعد عيد الأضحى دون تحديد مكان انعقادها. بدورها كانت الإمارات قد أعلنت انسحابها جزئيا من اليمن، غير أنها لا تزال حاضرة بأدواتها التي أنشأتها في الجنوب لمناواة الشرعية، إذ جاءت تصريحات البركاني بعد رفض أبو ظبي طلبا تقدم به بالسماح لانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن. رفضت أبو ظبي طلب انعقاد البرلمان في عدن وأطلقت أدواتها للتحريض ومنع انعقاده. حضور عسكري سعودي لتأمين جلسات البرلمان وتغطية فراغ الانسحاب الإماراتي من المناطق المحررة متزامن مع تحركات المجلس الانتقالي. هل تظهر أزمة البرلمان تقاطع الأجندات السعودية والإماراتية في اليمن؟ وما هي خيارات الشرعية لمواجهة التحديات التي تمنع انعقاد السلطة التشريعية؟ إذن مشاهدينا، نتحدث اليوم عن انعقاد مجلس النواب وهذا الجدل الذي يدور حول انعقاد جلسات البرلمان بعد أن شهدنا جلسة سابقة في سيئون خلال الفترة الماضية. الناس في ترقب دائم متى يعود البرلمان للانعقاد من جديد، وهناك كما يبدو خلافات كبيرة في هذا الشأن، خلافات داخلية وأيضا خلافات خارجية. هناك معارضة إماراتية كما يبدو لانعقاد البرلمان من خلال أدواتها، أيضا هناك تصريحات كثيرة بممانعة عقد البرلمان خصوصا في المحافظات الجنوبية المحررة. هنا تصريح أخير كان للعضو الانتقالي أحمد سعيد بن بريك الذي حذر من انعقاد مجلس النواب في تراب المحافظات الجنوبية المحررة، وبالتالي يعني سيكون هذا الأمر محور حلقتنا. ولكن سنذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير ثم يتم تحضير الضيوف ومن ثم نعود. نورد الأخبار ونوثق الأحداث، نستدعي سياقاتها ونخوض في تفاصيلها، وحين يختلط المشهد نعمل على توضيح الصورة. المساء اليمني من أجل الإنسان على شاشة بلقيس.
إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي سينضم إلينا من إسطنبول عضو مجلس الشورى سيد صلاح باتي. سيد صلاح أسعد الله مساك بكل خير. حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد صلاح، يعني ما الذي يمنع عدن وأيضا المحافظات المحررة من احتضان جلسات البرلمان، وما أسباب فشل عدن في التحول إلى عاصمة لكل اليمنيين حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا كثيرا وتحدث الكثيرون أيضا حول هذا الأمر، يعني أن تعلن الشرعية والتحالف العربي أن عدن محررة وأن عاصمة مؤقتة، يعلنها رئيس الجمهورية أنها عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين ثم ينقل البنك المركزي إليها. لا شك أن هذه نالت استحسان وترحيب كبير جدا، وأعطت بشارة كبرى و أمل لدى اليمنيين وكل من يحب اليمن ويحب للشعب اليمني أن يستعيد دولته ويعيش بأمان. لكن للأسف الشديد هناك فشل في إدارة هذه المدينة وإدارة هذه المحافظة. أكثر من محافظ تم تعيينه ثم إقالته، أيضا حالات الاغتيال وحالات الاختطاف وحالات السطو والبسط على أموال الناس وعلى المصالح العامة والخاصة. لا شك أن هذه كلها تقع المسؤولية بدرجة رئيسية على قيادة الدولة وعلى قيادة الشرعية بدرجة رئيسية وعلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لأن هذا الملف تحديدا ملف عدن هو الذي سيكون مفتاح الحل لبسط نفوذ الدولة وسيطرتها على المناطق المحررة واستكمال التحرير للمحافظات التي لا زالت تحت قبضة الحوثيين. هذه القضية مهمة جدا وعاجلة، وتحدث عنها حتى بعض رجالات الدولة، يعني تحدث نائب وزير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل واضح أكثر من مرة أنه ليست هناك سلطة لوزارته على بعض المرافق الحيوية في عدن ولا بعض الأحياء الحساسة أيضا في عدن التي بها مؤسسات الدولة. وتحدث أيضا وزير النقل وتحدث عدد من المسؤولين في الشرعية. هذه القضية عندما تتكرر ولا تجد حل، لا شك أنها تلقي بظلالها بشكل سلبي جدا على نفسية المواطن اليمني وعلى نفسية المقاتل اليمني في الجيش الوطني وعلى حتى على نفسية المجتمع الدولي الذي يراقب المشهد اليمني بكل تفاصيله. نعم، لكن هناك سيد صلاح غموض في هذا الأمر، يعني منذ عامين ونحن نسمع بأن يعني هناك تخاطب مع الجانب السعودي وهناك تخاطب أيضا مع الجانب الإماراتي في مسألة يعني ترتيب الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا نجد تصريحات بأنه يعني الجانب السعودي متفهم، لكن ما هي الأسس والمعايير لهذا الأمر؟ بالتالي يعني هناك ازدواجية، ما يحدث على الواقع شيء وما ينقل من تصريحات وتطمينات شيء آخر، يعني بالتالي إلى متى سيستمر وضع عدن وبعض المحافظات بهذا الشكل؟ أنا في تقديري الشخصي أنه غياب قيادة الدولة عن المناطق المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن يعتبر سبب رئيسي. عندما نتحدث مع العالم، نتحدث مع المملكة العربية السعودية أو نتحدث مع الإمارات العربية أو نتحدث حتى مع الأمم المتحدة ونحن لسنا متواجدين على الأرض، لا شك أن هذا يبقى مجرد حديث ومجرد أطروحات لا تكون بفاعلية أكثر من لو كنا موجودين على الأرض. يعني لو كان الرئيس يتحدث وهو في عدن، لو نائب الرئيس موجود ورئيس الحكومة موجود والحكومة بأكملها والهيئات المختلفة كمجلسي النواب والشورى، قارة الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية، رجالات الدولة موجودون على الأرض، لا شك أن الحديث سيكون له تأثير وسيلقى تجاوب أكبر وتعاون أكثر ودعم إقليمي ودولي. هذه قضية. القضية الأخرى أن وجود دعني أسميه تفكك في الجبهة الوطنية من خلال بعض المكونات التي تقاتل الحوثي ولكنها لا تعترف بالشرعية، هذه أحدثت خلل لصالح الحوثي، واستثمره الحوثيون حتى في تسويق
صنعاء أنها أكثر أمانا من عدن، والمحافظات التي تحت سلطتهم أكثر أمانا من المحافظات المحررة. لماذا؟ لأنها توجد وحدات عسكرية في المناطق المحررة لا تتبع الشرعية، هي ضد الحوثي لكنها لا تتبع الشرعية، توجد كيانات سياسية لا تؤيد الحوثي لكنها أيضا لا تؤيد الشرعية. هذا التفكك وهذا التمزق في النسيج الوطني وفي الجبهة الوطنية المعارضة أو المقاومة للمشروع الإيراني في اليمن أضعف الجبهة الوطنية وجعل المناطق المحررة تعيش هذا الارتباك وهذه الفوضى الموجودة. لكن إذا أخذنا الأمور بشكل جدي وعاجل، وهو أولا عودة الشرعية، عودة قيادة الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ونائبه وحكومته ومجلسي النواب والشورى وقادة القوى السياسية ورجالات الدولة، عودتهم إلى الداخل ويديروا ويمارسوا مهامهم ويقوموا بواجباتهم من الداخل. إذا كان هناك خطورة مباشرة على شخص الرئيس فليبقى الرئيس، ولكن يعود البقية ما دون الرئيس من النائب والحكومة والنواب والشورى وقادة الأحزاب وقادة الدولة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لابد من فتح باب للنقاش وجمع الكلمة والتقارب مع كل المكونات التي تمثل المقاومة أو المقاومة للمشروع الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن، وأن تكون جبهة وطنية واحدة بمظلة واحدة وهي الشرعية وقيادة واحدة وهو الرئيس عبد الرب منصور هادي. لا يوجد قائد آخر ممكن أن يعطى شرعية في هذه المرحلة لقيادة المشروع الوطني في وجه المشروع الإيراني غير الرئيس عبد الرب منصور هادي، لأنه الرئيس التوافقي وقائد المرحلة الانتقالية التي ارتضاه اليمنيون حتى نصل إلى الاستحقاقات التي يختار فيها اليمنيون رئيسا لهم. نعم، لكن سيد صلاح، نعم سيد صلاح، هنا في مسألة البرلمان هناك زيارة كانت يعني خلال الأسابيع الماضية لرئيس البرلمان إلى أبو ظبي، وأيضا هناك زيارة أيضا من الجانب الحكومي لرئيس الوزراء وزير الداخلية سواء للإمارات أو السعودية، وبالتالي كل من يعود من هذه الزيارة يبعث بتطمينات بأن الأمور إلى خير، ونتفاجأ بأنه يعني أفعال لمناصرين أو لأدوات يعني مثلا كالإمارات تمارس على الأرض شيء مغاير عما يعني يأتي به سواء رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان في زيارته إلى أبوظبي. يعني هنا مثلا تصريح أخير للقيادي في الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك، والذي حذر من انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل تراب الأراضي اليمنية. كان هذا التصريح مؤخرا في حضور حفل تخرج لدفعة عسكرية موالية للانتقال في العاصمة المؤقتة عدن. يعني ما تعليقكم على هذا الأمر؟ يا أخي الكريم، أنا لازلت أقول وحديثك الآن يؤكد ما قلته. عندما يتحدث بن بريك أو عيدروس الزبيدي من عدن ويتحدث أي قائد آخر من قادة الشرعية من خارج اليمن، ثم يذهب إلى أبو ظبي أو يذهب إلى أي دولة من الدول ويقول أننا لا نستطيع أن نعقد اجتماعاتنا في عدن أو لقاءاتنا في عدن، يعني كيف سينظر العالم إلى الشرعية وإلى قادة الشرعية وهم يتحدثون من الخارج، بينما الذين يعطلون ويعرقلون يتحدثون من الداخل موجودون على الأرض. يعني حتى الإمارات يقول لك بالحرف الواحد، يعني أنا لا أعطل أنا لا أعرقل، اذهبوا إلى عدن ستجدون أمامكم أناس لا يريدونكم، يرفضونكم مثلا، ويقصدون بذلك قادة المجلس الانتقالي. وين قادة المجلس الانتقالي؟ موجودين في عدن. فين قادة الشرعية؟ خارج اليمن. يعني أنا أرى أن المشهد ينبغي أن يصحح، والوضع ينبغي أن يكون بالموقع الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه. قادة الشرعية هم الذين في الداخل والمتمردون في الخارج، هذا هو الوضع الطبيعي والوضع الصحيح. إذا جاءت محاولة لتقويض الدولة وعرقلت جهود السلطة الشرعية على الأرض من أي قوى أخرى، لا شك أن المجتمع الإقليمي والدولي سيكون مع الشرعية، لأن الشرعية على الأرض. يعني نحن نتحدث اليوم أن بعد تحرير 80% من المساحة الجغرافية لليمن، لو كان الحديث في السابق لقلنا معهم حق، يعني لا يمكن لا نستطيع أن نتواجد على الأرض، لكن اليوم بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من تحرير 80% من الجغرافيا لم يعد هناك مبرر لبقاء قادة الشرعية خارج اليمن.
ينبغي أن يعود الجميع إلى الداخل أولا، ثم بعد ذلك نبدأ نتحدث عن ما هي العراقيل. نعم. أما أن نبقى في الخارج ثم نتحدث عن عراقيل لا يمكن أن يوجد حل، وأنا قلت هذا الكلام وأقوله وأكرره، لن تحل المشكلة من الخارج. ينبغي أن يعود الجميع إلى الداخل، إلى المناطق المحررة، ثم بعد ذلك نبحث عن الحلول. نعم. إذن سيد صلاح، هذا التصعيد الأخير للانتقالي ربما تزامن بعد يعني خطوة اتخذتها الإمارات، هي بانسحاب من جبهات كالساحل الغربي ومأرب، وبالتالي يعني اليوم يعني هذا التصعيد يأتي بعد هذا الانسحاب واستلام السعودية للمواقع في الأماكن التي انسحبت منها الإمارات. ما مدى قدرة السعودية على تغطية الفراغ والتركة التي تركتها الإمارات يعني بعد مغادرة قواتها؟ تركت تشكيلات عسكرية وملفات أمنية وحقوقية وأيضا أمور يعني ثقيلة، هل ستستطيع السعودية والشرعية تجاوز هذه التركة؟ أخي الكريم، أنا دائما صريح في حديثي ولا أحب أن أتحدث بطريقة ربما فيها نوع من المزايدة على الآخرين. الإمارات العربية المتحدة شريك أصيل في التحالف العربي لاستعادة الشرعية ودعم الشرعية في اليمن، ولم يصدر أي قرار أو استغناء من قبل الشرعية اليمنية عن الإمارات العربية ودورها في اليمن. نعم. معنى ذلك أنه كيف نتحدث عن أن الإمارات تفعل والإمارات تفعل والإمارات تفعل والشرعية اليمنية لم تصدر أي قرار بالاستغناء أو حتى الإعفاء من بعض المناطق؟ يعني مثلا لو قلنا أنه الشرعية لا تعفي الإمارات العربية مثلا من دورها في عدن مثلا، لم يصدر هذا. يعني غرفة العمليات، لكن هذا ناتج عن ضعف الشرعية سيد صلاح، هذا ناتج عن ضعف الشرعية. ربما الكثير من الوقائع أعرفها أنا وتعرفها أنت ويعرفها الجميع على الأرض، والشرعية تغض الطرف عنها، وبالتالي يعني لا يوجد موقف بالفعل كما قلت، ولكن ما يحدث في الواقع هو مغاير تماما. إذن نعود ونقول نحن كيمنيين ينبغي أن نرفع الصوت تجاه الشرعية، الدولة قادة الشرعية، ينبغي على الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه وحكومته ومجلسي النواب والشورى والقوى السياسية المؤيدة للشرعية أن يكون لهم موقف واضح أولا من وجودهم في الخارج وعودتهم إلى الداخل وقيادة المرحلة من الداخل ويمارسوا مهامهم من الداخل. يا أخي، وجود رجال الدولة في الداخل في عدن، في حضرموت، في شبوة، في مأرب، في المهرة، في سقطرى، هذا الكم الهائل من قيادات الدولة سيحيي المجتمع وسيشعر الشعب اليمني بالثقة أكثر في دولته وقيادته وشرعيته. سيشعر المواطن أنهم يتقاسمون المعاناة معهم ويشعرون بما يشعرون به ويتلمسون أحوالهم ويساعدونهم في الحلول. نعم. ويوفر لهم الإمكانيات، يقف الشعب اليمني بجانبهم ومعهم. بالعكس، هناك رجال أعمال وهناك قيادات يمنية كبيرة جدا تستطيع أن تدعم الدولة وتقف إلى جانب الدولة، لكن أين رجال الدولة؟ نعم. إذن وضحت الصورة، أين رجال الدولة؟ يعني أنا أقول أنه ينبغي أن يرتفع صوتنا باتجاه الشرعية، وبعد ذلك هي الشرعية التي تتولى تصحيح الأمر بالضبط مع التحالف العربي ومع دول التحالف العربي. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر عضو مجلس الشورى سيد صلاح باتيس، كنت معنا من إسطنبول، وأرحب الآن بضيفي سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي فؤاد مسعد، وأرحب أيضا بضيفي عبد الهادي العزعزيز الذي سينضم إلينا من تعز. أبدأ معك سيد فؤاد، يعني هل عدن اليوم قادرة على احتضان جلسات البرلمان، وإلى أي حد يعني قادرة الشرعية على تأمين انعقاد جلسة البرلمان أو جلسات البرلمان بشكل كامل في هذه المدينة؟ مرحبا بكم والسادة المشاهدين. الحقيقة أن يعني عدن أو غيرها من المحافظات المحررة يعني تبدو قادرة على يعني استضافة مثل هذا الحدث في حال توفرت أولا يعني قرار من التحالف العربي، خصوصا الفاعلين الرئيسيين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتتوفر أيضا إرادة
جاده وصادقه من الحكومه الشرعيه. هذه يعني هي العوامل الرئيسيه التي توافرت في السابق لانعقاد جلسات البرلمان في سيئون، وتم بالفعل ايضا في حال قرر يعني التحالف وهناك يعني توجه صادق من يعني لدعم الحكومه اليمنيه في عدد هذه الجلسات فانها ستنعقد في اي محافظه محرره سواء عدن او غيرها، يعني ما يقال عن ان كان وجود عوائق فهي ايضا مقدور عليها لانها مرتبطه باطراف مدعومه من دول محسوبه على التحالف العربي، بمعنى انه يعني حاله يعني الضعف التي تظهر عليها الحكومه اليمنيه يمكن معالجتها يعني بقرار وبدعم سعودي، في المقابل يعني حالات التهديد والوعيد التي تطلق ضد انعقاد جلسات البرلمان هي مرتبطه بدعم دوله الامارات. الامارات اذا وافقت او توافقت مع السعوديه على ان ينعقد البرلمان في عدن فلن يكون هناك اي عائق، لان تتوقع ان يعني تتوافق الامارات والسعوديه في مساله انعقاد البرلمان في عدن وبالتالي تخذل أنصارها والموالين لها من كيانات وتشكيلات في هذه المدينة؟ الحقيقة يعني أن ما يهم الإمارات ليس يعني مراعاة مشاعر أنصارها والموالين لها بقدر ما تهمها مصالحها، هي تدعمهم يعني فترة محددة لتحقيق أهداف يعني مرتبطة بأجندتها، هي يعني لا تدعمهم لأنهم يعني بحاجة إلى دعمها أو لأنه يعني حشية من غضبهم أو من يعني إبداء أي قدر من المشاعر. المسألة ليست مرتبطة بأن يكونوا راضين أو غاضبين من دعمها ومن موقفها معهم، هي تقف مع مصالحها أولا وأخيرا، ورأت أن من مصلحتها أن تمارس ابتزاز ضد الحكومة بهذا الطرف بدعمه يعني بعدد من الفعاليات، ولكنهم يعني الأداة التي تستخدمهم ل يعني الحفاظ على مصالحها في مسألة المصالح. سيد فؤاد، في مسألة المصالح هم أساسا الأداة التي يعني تستخدمها الإمارات في تثبيت مصالحها في هذه أو في مناطق الجنوب المحررة. بالتأكيد، وفي حال يعني أنا قلت لك أنه في حال ضمنت أكبر قدر من المصالح وأمنتها لها الحكومة الشرعية ويعني بتوافق ودعم المملكة العربية السعودية فإنها لن يعني تراعي مدى يعني موافقة أتباعها أيا كان هؤلاء الأتباع ومهما كان حجمهم. الإمارات هي التي يعني نقلتهم من يعني من مرحله يعني مجموعات متفرقه وكان اقصى ما يمكن ان يقوموا بها عدد من الفعاليات الاحتجاجيه، هي دعمتهم وهي سلحتهم، وبالتالي فهي تدرك جيدا يعني ما هي النقله التي نقلتهم اليها، وهم يدركون ذلك حتى يعني حاله التهديد التي يطلقونها هي مرتبطه بالموقف الاماراتي، لانه عندما انعقد المجلس في سيئون لم نسمع هذه التهديدات، خصوصا ما يعني اليوم تطلق من احمد بن بريك الذي هو يعني ينتمي لمحافظه حضرموت وكان محافظه السابق، لم نسمع هذه النبره يعني في التهديد عندما انعقد البرلمان في محافظه. اذا وضحت الصوره، وضحت الصوره سيد فؤاد، اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي فؤاد مسعد، كنت معنا من عدن، و أرحب بضيفي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي مرحبا بك. إذا سيد عبد الهادي، هل تتوقع أو نتوقع أن يحدث يعني صراع سعودي إماراتي في مسألة انعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن وتثبيت حضور الشرعية في المناطق المحررة في الجنوب؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك، لكن سوف أذهب مذهبا آخر مما ذهب إليهما ضيفيك السابقين وأقول، هل لدى البرلمان كان الرغبة والإرادة بالعودة إلى الداخل؟ هل لدى السلطة الشرعية إرادة كاملة؟ هذا هو الأهم والأول. لو توافرت الإرادتين لدى الشرعية لعقدته في أي مكان من المناطق المحررة من النهر أو حتى النخا أو مارب أو شبوة أو عدن، المكان لا يهم ما دام هنالك قرارا بعقد البرلمان. على القياده الشرعيه ان تعي انها في ظرف تاريخي.
وأن الظرف التاريخي يحتاج إجهالا بحد ما هذا الظرف وبقدرته. وإذا كانت النخب السياسية غادرة البلد إلى الرياض، أفضل أعضاء البرلمان وقيادات كثيرة البقاء في استراحات الرياض ومقاهي القاهرة بدلا من تحمل دورهم الوطني، فهذا شيء آخر. نعم. لأننا أن لا نبدأ بالبحث عن المبررات، أعتبر أن التهديد الذي صدر من بعض القيادات في المحافظات الجنوبية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو نوع، هي حالة من إعلان الحضور. بدأ يشعر هؤلاء أن ما هو بالنسبة لهم كان بمثابة زخم كبير بدأ يخفض، وهناك مرحلة قادمة، هناك تسويات قادمة، قد يشعرون أنهم خارج الدائرة، وبالتالي هذا التهديد هو حالة من إعلان الحضور لمرحلة ضعف أيضا، وهو إعلان عن مرحلة ضعف من ذا يستطيع أن يتواجه مع النواب البرلمان. أغلب النواب إما قيادات كبيرة لمحافظات وإما مشايخ وزعامات محلية في مناطق، وبالتالي عن الاستجامة بهم يعني الاستجامة بخصوصياتهم الاجتماعية والعسكرية، وهذا ما تحصل له حساب كبير داخل مجتمع تقليدي معنا. المجتمع التقليدي هذا القائم في الجمهورية اليمنية عادة يستطيع أن يحفظ توازناته حتى في ظل غياب أدوات السلطة والسيطرة، لكن أدوات السلطة والسيطرة قائمة. وزارة الداخلية، وزارة الدفاع اليمنية هي من تدفع الرواتب للجيش داخل هذا البلد، فإذا هذا الجيش لا يستطيع أن يحمي الواجهات السياسية والشخصيات القيادية الشرعية، فإذا ما الذي يمكن أن يدير هذا الجيش إذن؟ نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الهادي العزعزي، محلل سياسي يمني، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وبهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل أمين صالح في الإنتاج والإعداد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.